اجا الكيك. اهلا وسهلا. يا عم تعطي بابا بوسه عشان عيد ميلادك. اعطيني اعطيني اشوف اليوم عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد رؤوف. هاي الكيك لمين؟ لي. اليوم عيد ميلادك؟ بس ما رح اجيب لك هديه ماشي؟ لا له هديه كمان. لا لا ما رح اجيب لك هديه ماشي؟ من تحت امسكها من تحت من تحت. يلا تعال. ماما يعني ليش ما سويتي مقلب برافو وسويتي؟ طول بالك ليش؟ يا ماما هلا ليك. هاي الكيكات مو بس لرؤوف وإلا كمان بس يا فهيم لأنه رؤوف صغير ما يفهم بالمقلب كثير. رح... إذا صغير ماما ما يستوعب المقلب. زين زين هلا ليش أنا سويت فيكم مقلب يوم عيد الميلاد؟ لأنه أنا كبير يعني لازم اسوي فيه مقلب. ليك تعرف مين ناديت اليوم؟ استنى ضياء. تعرف اليوم مين ناديت؟ بليناي وناديت ياسين ومصعب وامير عمر. رح يجي اليوم. هلا شو رح نعمل؟ زين يلا هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح نزين الغرفه قبل ما يجوا الضيوف. زين جهزها مشان دغري يجوا نبلش. هلا اول شيء استنى بالله افتح الكيكه. جيب شوف الكيكه. واحده على شوكولا وواحده على حليب. افتح. هاي حليب. لا رؤوف ما يحب هاي. رؤوف ما يحب هاي. بس وين الشوكولاته يا افتح بالله. اي هاي تبع الشوكولاته. يلا شو اسمه؟ لا مو هلا لحتى يجوا الضيوف اول شيء عشان تنفخ الشمعة اول شيء بعدين تاكل ماشي. يلا ضياء خلينا نروح نضبط الغرفه قبل ما يجي العالم بسرعه. يلا اول شيء رح ناخذ الغرفه. رح ناخذ الطبق. رح ناخذ الطاوله على الغرفه. بلا لا تتمسخر. تقدر تطلعها؟ شوي شوي. رؤوف رح يجي عمر وامير رح تجي بليناي. يلا زين هلا بدنا نجيب الاغراض اللي اشتريناهم من السوق مشان نزين الطاوله ماشي. ماما ما حنلبس الفواعي. مو هلا هلا اول شيء بدنا نزين الطاوله. يلا اول شيء نزين الغرفه بعدين تلبس الاواعي ماشي. يلا عطي بابا الكيس. هلا امبارح رحنا شوي امبارح رحنا وجبنا اغراض عيد الميلاد. هدول والبولين وحرف رؤوف. صار عمره هاي لك رؤوف. استنى وين الشمع؟ اوف صار عمره قد ايه؟ اربع سنين. يلا وهاي كمان تبع ابو شار وصحون. هلا اول شيء وانت بهالطاوله وين؟ هاي هاي سعد بابا سبيدرمان. ايه ايه وهاي حرف الار رؤوف. رؤوفي شو هاد نكت الغرفه قبل ما يجي العالم. تعال هون رؤوف. رؤوف طلع علي. وقف استنى. رؤوف يلا هلا شو اسمه راح نحط هدول على الطرف على الطرف تبع الطاوله. سعد وبابا امسك مع بابا شوي شوي. ماما خلينا نفضي الرفه دي. لا اول شيء ينفخ الشمع. اول شيء لنحط الكيك ويجي رفقاته وكل شيء بعدين نفرجي الهديه تمام. يلا ليك هاي تبع الطاوله. ليك منظرها شو طلع حلو. رؤوف يلا تعال شوف شلون. يلا سعد وبابا انت انفخ البوالين. يلا سعد وبابا لحتى يخلص. يلا يلا يا زهر. هلا خلصنا الطاولة وحطيت الغطا تبعها كمان وضل البوالين. رح يجوا العالم وما خلصنا والغرفة نكتوها كمان. شو ها؟ شو صار؟ بلا ليش طقيت بلا؟ هلا بدنا ننفخ الحرف تبع رؤوف. رؤوف رؤوفي يلا امسك. زين يزن يزن اسرع خليه قوي. زين هلا انت بدك تلم الارض ماشي؟ نعم. هلا تيجي بيلو بدك تلم الارض. يلا هلا البوالين ما صار مثل ما بدنا لانه ضاع نص الاغراض اللي لزق المهم هيك حطيناهم. يلا زين بدنا نخلص. يلا رؤوفي تكفي تكفي بس ضياء. يلا هلا رح يجي العالم. بس يكفي. اوه حرف الار رؤوفي. يلا رؤوف بل هاي تبع البنشار. يلا ما بدك سبايدر مان. خلصنا وهاي حرف رؤوف. يلا ضياء سويتهم فرجيني. يلا جاهزين. اوه طلعت ظابطه.
هلا البشار، هلا رح نعبيهم بشار للاولاد. يلا علمني شو نسوي. علمني شلون. يلا هلا تساوي هيك، استنى حطها هنا. يلا يلا الباب الباب الباب، روح شوف مين على الباب بسرعه. اجت شوي شوي. بيلو ولا مين؟ يلا اي هاش جالدين. اهلا وسهلا. شوي شوي مصاب نيردة. مصاب محمد كان قتين اي بو هديك ميتشن بني ميتشن رؤوفتشن بنا الما مسن بليناي شوك ايب شوك ايب رؤوف هديتك هاش جالدين. هدي يلا سكر الباب. جالين باكن بزنابتك با عمد حبيت مدي. شوي شوي يلا يلا بيندن شوك جزر بند بندي ارضي مدي جاكسون. ها تمام تمام يلا هاريكا هاريكا ومش يا زولو. زين هلا ليك شو بدنا نعمل؟ تروح ايه رح تلبس مواعيكم، بس تلبس ونحط الاكلات على الطاوله والكيك. ماشي ماشي يلا يلا روح نلبس. يلا ايه هلا يجوا كمان. امسك زين. هلا انت وياهم روحوا البسوا مواعي. لك ليش زتيتهم على الارض؟ روح البسوا الاواعي وتعالوا. ماشي لبسوا مرؤوفها. يلا روح عم استناكم. يلا البس انت وياه. يا زين لبستوا ماما؟ ليش ما مشطتوا؟ عطيني. هلا بدنا نحط الاكلات. لا تطلعوا على المطبخ لانه شو عم اطبخ قايمه الدنيا هو. ماما ليك يلا ليك روح طلع جرابات لك ولاخوك، جيب المشط قبل ما نحط اكلات انا وخالته. ماشي ماشي. اعطيني رؤوف. انت روح انا احط. رؤوف انت روح انا احط. ماشي يلا روح روح راح احط لك من هاي. يلا روح يلا يلا. هلا بدي احط. راح اخلي رفيقتي هي اللي تفضي الاكلات. رفيقتي ما تحكي بالفيديوهات. طب طب قوم نسمع. قلي قلي خرش الكولد. تمام تمام بس الباب. هلا اجى امير واجى عمر وهي اجوا ضيوفنا الثانيين هوش جالدن بنا ما قلدن. اهلا وسهلا. شوي 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 ماما جايبين هدية. هدية كمان مستن بنا رؤوف قلدن. وهالمرة الهدية مو هلا لحتى نقطع الكيكة تشوف هديتك. ماشي هلا بدكم تشيلوا من الأكلات معي. ماشي يلا شوي 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 شوي. ياسين إيه رؤوف أنت شيل البشار ويزن تعشيل الرز. ماشي حامي الرز شيل الرز. تيزة بزش دور. لا لا حامي خلص اترك. تيزة قال بو سنة بودا سنة شوي شوي. تيزة يا أمير اشتقوا الشقاء. وهي لأمير استنى. عمر قال عمر عمر يلا على الغرفة حطوهم بالغرفة. يا زن اصلا من بنال انت اشياني يوز جاكتر. يا زن خذ زي رؤوف. يلا خذ هاي الصحن. هلا رح نبلش شوي 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 شوي. تمام خلي زين يشيلها. زين يلا زين حطها على الطاولة. ماشي ماشي. ماما وين 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 البشر؟ هاي خالتة عم تحط لك بشار. يلا وين البشار تبع رؤوف يا خالته؟ خالته كونو سميور. تمام تمام دولدر. يلا هلا رح تعبي لك خالته. سندة دولدريم. يلا بليناي هلا رح نحط الغراض بعدين تيجي. ماشي يلا بالشنطة الضياء. رؤوف خلصتهم هلا بدهم ياكلوا. يا يا ابو كرش عيب. هلا دور ضياء لحتى يعبي الكولا. يلا زين ما تساعد بابا. استنى كمان عم يقول لك. وهي عبينا البشار. يا رؤوف ما في كولا الو ضياء. ها بليناي في لك كولا. وهلا بدنا نروح نجيب الكيك. يلا رؤوف البس. يلا نروح نجيب الكيكه. يلا شوي شوي. لك استنى استنى. يلا رؤوف خلي رؤوف يشيلها. رؤوف 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 يشيلها. يلا شوي شوي. يلا حطها شوي 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 شوي. رؤوف خلي خالته تطلعها ما رح تعرف. شوي شوي بدي اطلعها. وين ما صار
يلا شوي شوي. اي رؤوف شوي شوي. هلا رح نفتح رقم 4. يلا رؤوف شوي شوي. يلا خلي خالته تحطه. لا لا خلي خالته. خلي خالته حطي انت. حطه بالنص. بالنص شكله من الدو. لا لا استنى خلي يحط بابا شوي شوي. يلا رؤوف جاهز؟ جاهز. حاضر مسند. يا باش اما يا باش لا تتحمسوا. لا 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 تحط هاي الشمعات. حطينا رقم 4 يكفي. بس بس برأيي هلا وقت نشغل الشمعات. يلا هاي رقم 4 دوش اللي كباطمة. يلا رؤوف هادي شارك سوي لين غنوا بغنية. إيكي دازون راؤوف. إيكي دازون. إيكي دازون. يا يا زا رؤوف عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد يا ماما. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. يلا احكي بلينا عيد. عيد ميلاد سعيد. انت عيد ميلاد سعيد. ملا تعيش. يلا خلصنا. يلا هلا وقت ياكلوا الاولاد. حاج يلا يلا تعالوا. بس يلا يلا ما في داعي للكراسي على الكنبايات يزن. يلا يلا جاهزين. تعرف كل واحد يقعد مكانه نحن نعطيكم اكل. برايي احسن شيء. يلا يلا هلا خالته تقطع لكم. ماشي رؤوف يحب الشوكولاته. والله ما انا احب شوكولاته. انا هلا تحط لك شوكولاته. يلا رؤوفي هلا جاهز لحتى تشوف هدية الهدايا تبع عيد ميلادك؟ في هدية كثير كبيرة. ها هلا تشوفها. بس أول شيء تاخذ هديتي. خذ هدية ماما أول شيء. 20 ليرة. بس 20 ما عجبتني. 20 ليرة؟ ليش شمال ال 20 ليرة؟ زين؟ هاي الهدية شمالك؟ يلا هاي من بيلو. هاي هدية بيلو. هاي هدية بيلو. يلا هلا نشوف هدية أمير وعمر. ارمي احكي لها يسلم امير. يسلم احكي لها. احكي له يسلم امير. يسلم عمر. يسلم بيلو. رؤوفي جاهز لحتى تشوف الهديه الكبيره؟ بابا راح يجيبها. غمض عينه زين. غمض غمض عينه. حط حط في الارض. يلا ضياء تعال شيلوها. لا يفتح عينه. شايفيتك رؤوف. استنى لا تفتح. شوي شوي رؤوف شايفيتك. يلا استنى 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 استنى. يلا رؤوف واحد اثنين ثلاثة. شوي شوي. يا شوي شوي. يسلم ايدك بابا. شوف شوفوا شوفوا. بس رؤوف يو استنى ما قلنا له رؤوف. هاي هدية. قلت لك يا هاي هدية يزن وزين. يا اعطيهم حضوضة. شوي 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 شوي. يلا ورؤوف اعطيه حضوضة ليزن. شوي شوي شوي. يلا تعالي ركب لك الميتار. يلا يلا الميتار تعال. لا خلي ركب الميتار شوي شوي. يلا تعال يلا تعال ركب لك الميتار. رؤوف استنى استنى استنى. لسه في سنة لا يركبها. رؤوف لسه ما ركبها. هاي الهدية كانت من يزن وزين. يعني هما اللي اختاروها لرؤوف. يزن وزين ذوقكم كثير كان حلو. بعد رؤوف بعد زين. واو رؤوف ليك. رؤوف اطلع دوره. ليش انا
يلا اركب يا يلا سوق يلا استنى استنى واحد استنى خلي السوق يلا سوق سوق اشوف يلا واحد اثنين استنى لا يتعلم يو واو يلا رؤوف كمان مرة كمان مرة بعد الباقي سبعة عندهم يلا واحد اثنين ثلاثة روح يلا 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 رؤوف الهدية تبعي يا زينو زين حلوة ولا لا؟ شوي ولا كتير؟ هدول يو وهيك كان فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوه المهم يعني حبينا انه يكون عيد ميلاد عادي بدون مقالب هالمره رؤوف عقله مو هون اليوم خلص عقله راح وهيك كان فيديو اليوم اذا حبيتوه ما تنسوا تحطوا لنا اكيد لايك اشتركوا يعني قصدوا انه عدالة انك سويتي مقلب فيهم ما سويتي مقلب فيه يعني لازم اسوي مقلب فيه يي زعلان لساته زعلان حاطط بقلبه يلا ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطونا لايك تشتركوا بالقناة كيف بنحبكم باي